الرحيم. الهدف من اللقاء الإعلامي اللي تم اليوم هو تسليط الضوء على جائزة الحوار الوطني، أهدافها، أيضا فروع الجائزة، المرتكزات اللي تمت بناء عليها الجائزة. طبعا الهدف هو نشر قيم التسامح والتعايش والتلاحم الوطني بين أفراد المجتمع، وهذه إحدى الأدوات وإحدى المبادرات ضمن خطة المركز الاستراتيجية، وهي تنفيذ هذه الجائزة. مرتكزاتها تبنى على توجهات رؤية المملكة 2030 وعلى استراتيجية المركز التي تصب في نفس الاتجاه، سواء رؤية أو رسالة، وأيضا على التنوع اللي تشهده المملكة العربية السعودية.